إذا مشاهدي شوف تي في، تحية طيبة جميع المتتبعين والمتتبعات، كنحييكم هنا من عاصمة الشرق مدينة وجدة. إذا الحالة الوبائية لكوفيد 19 هنا بمنطقة الشرق يعني تسجلت 481 حالة جديدة وحالة وفاة واحدة، إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا أخوتي أخواتي، اليوم الحصيلة اليومية في المغرب كامل تسجلت 8889 حالة بالضبط. كنتمناو أنه الناس تزيد تنضبط باش عدد الحالات إن شاء الله ينخفض وترجع الأمور كما كانت. إذا إلى في الأسابيع القادمة إلى شفنا أنه عدد الحالات انخفض بزاف، إذا غادي يكون إن شاء الله عندنا واحد الأمال، ويكون عندنا كذلك البوادر تاع أنه الحملة الوطنية ديال تلقيح زايدة وكتقدم بهذا المعنى هذا، يعني غادي تاخذ المفعول ديالها. غير اللي بغيت نوضح للإخوان، الله يخليكم، راه التلقيح وقاية وليس بحماية، غير باش تفهموا، يعني بحال وبحال لي فاكسان كاملين. يعني مثلا إلا درت كي كنديروا الفاكسان تاع لاكريب، ماشي معنى أنه ما غاديش تجيك لاكريب، غادي تمرض بلاكريب ولكن ما غاديش تجيك بهذيك الحدة اللي كتجيك في الأيام العادية. هذا هو الدور ديال الفاكسان، يعني نقدروا نمرضوا بكورونا عاوتاني، نصابوا بكورونا ولكن غادي تجينا عادية، يعني بحال شي نزلات على برد خفيفة، اعتصات هذه الطق، تشرب دولي بران ولا هذه وترجع مزيان. ولكن في هذه الظرفية هذه خاص الناس يديروا التلقيح، ياخذوا الاحتياطات ديالهم، لأن علاش؟ لأن هو تقدر تجيه كورونا وتجيه عادية جدا وما تدي منها حتى شي لعبة، يخرج يخدم عادي نورمال، ما تطيحوش في الفراش، ما تقيسلوش البومون ديالو، ما يوصلش لحالة حرجة، وهذا هو الهدف ديال التلقيح بطبيعة الحال. إذا ولكن الخطورة غادي يكون هذاك الانسان الملقح اكثر خطوره من كورونا على الانسان اللي ما ملقحش، لان علاش؟ هذاك اللي ملقح راه كما نقولوا حنايا محمي بهذا المعنى هذا، ما غادي تكون الامور عاديه بالنسبه ليه كي تجي كورونا. ولكن الى عاد شي واحد اللي ما دارش تلقيح راه غادي يقدر الله يستر يموت كاع بهذا المعنى. اذا كان طالب منكم انايا اول حاجه الوقايه، اجراءات الوقائيه اللي عرفنا هذه تقريبا مده عامين راها باينه، غسل اليدين اما بالصابون ولا الماء ولا التعقيم في حاله الا ما كانش الصابون والماء، والكمامه والتباعد، ساهلين هادو اخوتي ساهلين، الانسان يحاول يحافظ عليهم. ودائما كنقول انا اللي شاف راسو ما يقدرش ينضبط الاجراءات الوقائيه يمشي يدير التلقيح ديالو باش يحمي راسو بطبيعه الحال. اذا هذه هي هادو هما يعني الامور اللي خاصها دابا. وكنطلب حتى من الناس اللي مازال ما دارينش التلقيح، اللي ما كيامنوش في التلقيح، سيروا ديروا التلقيح، راه غادي تندموا بحال بزاف تاع الناس اللي ندموا. اذا حنايا امام الصيدليه الجهويه هنا فين كان الستوكاج ديال التلقيح بهذا المعنى هذا. شوفوا سبحان الله الصدفة كي دايرة، نتمنى هذه راه بزاف تاع الناس اللي تصابوا وندموا، راه ندموا لأقصى درجة بهذا المعنى هذا، ما بغيناكمش أنتم تكونوا هذوك الناس اللي يندموا شي حاجة. إذا خوتي خواتاتي الرسالة واضحة، 481 حالة في المنطقة الشرقية، نتمناو أنه عدد الحالات من بعد يزيد ينخفض. كنتسناو هذاك النهار ديال تخرج البلاغ تاع الحكومه يقول لك ما بقاش حظر تجول، ما بقاش حجر صحي، ما بقاتش حالات الطوارئ. هذا راه حنا كنتسناوه صراحه فريق الصبر باش نعيشوا الحياه ديالنا العاديه، لانه الحياه ديالنا العاديه اصبحت اليوم حلم بالنسبه لنا. اذا خوتي خواتاتي، الانسان يحضر راسه، وتحيه طيبه لكم وشكرا جزيلا على التتبع بطبيعة.